السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في اللقاء السادس من سلسلة لقاءات مغرب الإحصاء التحليلي للمستوى الثاني. قبل ما نبدأ أحب أسأل، هل الصوت واضح؟ الصوت طيب. في اللقاء الخامس تناولنا القيمة المتوقعة وكيف نقدر نحسب القيمة المتوقعة، مواصلة لحساب التباين في المتغير العشوائي المتقطع، وقلنا التباين نرمز له بالرمز سيجما تربيع، هذا الرمز يسمى سيجما تربيع رمز التباين، و نرمز للتباين قلنا بالرمز سيجما تربيع، لانه في الاختبار ممكن عاد جدا اسالك اقول لك اوجد اكتبلك الرمز هذا سيجما تربيع، انت تكون عارف سيجما تربيع هي مقصود بها ايش، اللي هو التباين. قلت عندي قانون معين، هذا القانون نحفظه لانه الاسئله في الاختبار ما فيها قوانين معطاه، لازم تحفظ القانون. القانون هو ايش؟ القانون هو التباين سيجما تربيع بيساوي مجموع سين تربيع ضرب حاء سين ناقص التوقع تربيع. عشان كده قلنا نحن اول حاجه نعملها لازم نحسب القيمه المتوقعه او التوقع ميو، ثم بعد ذلك نبدا في حساب التباين. طيب الان نشوف مثال عملي تطبيقي، نشوف مثال عملي تطبيقي. طيب هذا المثال السابق نفسه، الصوت واضح؟ طيب في هذا المثال السابق نحن حسبنا منه القيمة المتوقعة، والآن نحسب منه التباين. قلت أول خطوة المفروض أعملها أحسب القيمة المتوقعة، إذا أحط ميو هذه بتساوي سالب 0.3، حطها بعيد أساسية لأنه حتدخل فين؟ تدخل لي في حساب التباين. طيب إذا أول خطوة عملناها حسبنا فيها القيمة المتوقعة، واضح يا شباب؟ أول خطوة نعملها نحسب فيها القيمة المتوقعة اللي هي عن طريق القانون. القيمة المتوقعة هي عبارة عن مج س ضرب ح س، عمود اللي فيه القيمة س في كل قيمة احتمالية مقابلة لها، مجموع هذا العمود يعطينا القيمة المتوقعة. طيب أضيف عمود رابع، طبعا في الاختبار حنعطيك عمودين، أنت حضفت عمود ثالث سميته بالقيمة المتوقعة، الآن حنضيف عمود رابع، نضيف عمود رابع. هذا العمود الرابع اسمه ايش؟ اسمه س تربيع ضرب ح س. انا محتاج للجزء الاول من قانون التباين، هو س تربيع ضرب ح س، هذا عمود رابع. انا بعطيك معطى دائما واحد واثنين معطى، ثلاثة تحسبه انت، أربعة تحسبه انت، أربعة ثلاثة يعطيك التوقع، أربعة جزء من التباين، مش التباين كامل، جزء من التباين. طيب نحسب أربعة كيف؟ أربع قيمة سين، طبعا التباين هو عبارة عن مجموع مربعات، لما أقول مجموع مربعات معناها القيم هذه كلها حتكون مربعة، ما في سالب، التباين ما يظهر لك بالسالب أصلا، تمام؟ إذا أول حاجة هقوم أربع هذه الاثنين تصبح كم؟ أربعة، أربع هذا السالب واحد يصبح واحد، تباين طبعا الثاني مع الثالث هيروح، أصبح عندي أربعة، هذه أربعة ضرب 0.2، لما أضرب أربعة في 0.2 على طول حتعطيني 0.8 اللي هي 0.8، 8 من 10، أربعة في 0.2 بتساوي 8 من 10، تمام؟ اللي بعديها واحد سالب واحد تربيع، لما أربعه حيصير واحد، واحد في 0.3 حيعطيني 0.3، انا بربع ثم اضرب في القيمه الاحتماليه المقابله يعطيني 0.3، تمام؟ اللي بعديها صفر تربيع بيساوي صفر ضرب 0.2 حتساوي صفر، اذا هذه حتساوي صفر،
هتساوي صفر. اللي بعديها واحد تربيع ضرب بوينت 2 هتصير بوينت 2، هذه بوينت 2. اخر واحده اللي هي 2 تربيع هتصير 4، تكون 4 ضرب بوينت 1 بتساوي بوينت 4 بتساوي بوينت 4. اذا يا شباب الخطوه الاساسيه انك انت تربع قيمه سين ثم تضربها في القيمه الاحتماليه المقابله لها. نربع قيمه سين ثم نضرب في القيمه الاحتماليه المقابله. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ نربع قيمه سين ثم نضرب في القيمه الاحتماليه المقابله لها. نربع قيمه سين ثم نضرب في القيمه الاحتمالية المقابلة لها. نربع قيمة سين ثم نضرب في القيمة الاحتمالية المقابلة لها. واضح يا شباب؟ نربع قيمة سين ثم نضرب في القيمة الاحتمالية المقابلة لها. هذا التباين؟ لا، ما التباين، هذا جزء من التباين. هذه مربعات، جزء من التباين. طيب الباقي ايش؟ الباقي ناقص. انا ما قلت القانون قبل، هو مج س تربيع ضرب ح س ناقص التوقع تربيع. اذا حصير عندي مجموع هذا العمود لو حسبناه بلقاه بيساوي 1.7 1.7 بالآلة الحاسبة، ناقص التوقع حسبناه قبل شوي اللي هو كان 0.3، لكن ما له شباب بوينت 3 ما له مربعة، بوينت 3 تربيع. وهذا بالآلة الحاسبة يطلع لي الناتج هو عبارة عن 1.61 اللي هو 1.61 هذا هو ما يسمى بالتباين، 1.161. نعم. نعمل بالآلة الحاسبة 1.7 ناقص اللي هي حيكون عندنا 0.0 اللي هي 1.7 ناقص 0.3 تربيع بتساوي 1.61 نعم. واضح شباب؟ حساب التباين واضح؟ اي سؤال في التباين؟ حساب التباين مفهوم؟ واحد فاصلة سبعة جات منين؟ 1.7 جات من هذا العمود رقم 4، والعمود رقم 4 هو جاء من فين؟ هو عبارة عن تربيع القيمة الموجودة في سين ضرب حاء سين، كل قيمة في سين نربعها ثم نضربها في القيمة المقابلة لها. لما يكون عندي سالب 2 تربيع بالآلة الحاسبة حصير 2، 2 تضربها في بوينت 2، 2 تضربها في بوينت 2 بتصير بوينت 8. مجموع العمود هذا هو عبارة عن 1.7 عبارة عن 1.7. ثواني. تربيع 2 تربيع سالب 2، أول رقم هنا سالب 2 تربيع يصير كم؟ سالب 2 تربيع كم تصير؟ 4. لا ما سالب 4، سالب ما في. أي رقمين لما الرقم لما يكون سالب نضربه في ضعف نفسه، السالب مع السالب يروح. نعم، يساوي 4 مجرد. أصبح عندي 4 ضرب بوينت 2 أضربها في بوينت 2 اللي هي مقابل لها. في بوينت 2 مقابل لها. أصبحت 4 في بوينت 2 بتساوي آخر عمود هناك كم؟ بوينت 8. بتساوي بوينت 8. نعم، 4 ضرب بوينت 2 بتساوي بوينت 8. وهكذا كمل باقي القيم كلها. كده واضح؟
وهكذا نكمل باقي نعم الساير بوينت ايه. وبعد ده نكمل باقي القيم كلها موجودة كيف وصلت ثلاثة. انا ما وصلت ثلاثة فين ثلاثة هذه. انا قلت بعد ده الرقم الثاني سالب واحد لما اربع سالب واحد يصبح واحد. واحد ضرب بوينت ثري بيساوي بوينت ثري بيساوي بوينت ثري. لما اجمع القيم دي كلها مع بعض مجموعة بوينت ايه وبوينت ثري وبوينت تو وبوينت فور بالآلة الحاسبة بيساوي ون بوينت سبن بيساوي ون بوينت سبن اللي هي واحد وسبعة من عشرة. تمام كمل باقي القيم كلها. طيب اذا كده الان قدرنا كيف نحسب التباين. الخطوة الثالثة اللي هي كيف نقدر نحسب الانحراف المعياري. نحسب الانحراف المعياري طبعا انا ابغاكم تعرفوا انه الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. اكتب هذا الكلام الانحراف المعياري الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمين للتباين. هو الجذر التربيعي للتباين يعني انا بمجرد ما قلت لك احسب الانحراف المعياري انت مفروض طوالي اول خطوة تعملها تحسب التباين لانه انت من الرقم بتاع التباين هذا تحطه تحت الجذر على طول يعطيك الانحراف المعياري. الان انا كان عندي التباين كم هنا 1.61 التباين كان عندي 1.61 تحت الجذر تحت الجذر في الآلة الحاسبة تعطينا تعطينا الانحراف المعياري الانحراف المعياري تعطينا الانحراف المعياري. اذا يا شباب عندنا الانحراف المعياري اذا طلب منك حساب الانحراف المعياري اول خطوة تعملها انت تحسب التباين. اذا يعني نحن دائما بنطالب بالانحراف المعياري معناه انت هتحسب التباين وعشان تحسب التباين لازم تحسب التوقع. صح الانحراف المعياري قانون صغير جدا جدا الجذر التربيعي للتباين لكن التباين يحتاج الى التوقع. اذا انت مفروض تحسب التوقع وتحسب التباين حتى اخر خطوه تحسب فيها الانحراف المعياري لانه التباين مبني على التوقع والانحراف المعياري هو جذر التباين. اذا كل الحاجات مالها شباب مرتبطه مع بعض. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ اوكي ما في سؤال. نرجع نحل مثال ثاني هيكون فيه القيمة المجهولة كاف وهيكون فيه كيف نقدر نحسب القيمة الاحتمالية المقابلة لأي متغير ثم نحسب القيمة المتوقعة ثم نحسب التباين ثم نحسب الانحراف المعياري وبكذا بنكون خلصنا الجزئية الخاصة بالتباين والانحراف المعياري في المتغيرات العشوائية المتقطعة. اوكي طيب نشوف مثال. طيب نرجع لمثالنا الكبير نفسه. عندنا سين غير سين هي صفر واحد اثنان ثلاثة حق سين بوينت فور بوينت ثري صفر ورا صفر ما في بوينت ون. طيب اول خطوة مفروض اعملها اوجد المجهول كاف. اوجد المجهول كاف كيف احسب كاف؟ اوجد المجهول كاف قلنا قيمة كاف ده بتساوي تجمع القيم الموجودة كلها ونقصها من الواحد. ما تحط لي قيمة بعدين بالسالب ما تقول تجمع القيم وتقول ناقص الواحد تعطيك سالب وهذه قيمة احتمالية ما فيها سالب اصلا لا فيها قيمة سالب ولا فيها قيمة أكبر من الواحد. هذه أساسيات الاحتمالات. أي قيمة احتمالية محصورة بين الصفر والواحد. واضح شباب؟ اللي هي القيمة الاحتمالية كلها بتساوي 0.8. أنا ما أبغى القيم كلها أنا أبغى قيمة كاف. كاف تساوي كم؟
جمعنا القيم كلها قال بيساوي 0.8. اذا كاف تساوي كاف بيساوي نطرحها من واحد. نعم نطرحها من واحد. اذا في النهايه كاف تساوي 0.2. تمام. اذا يا شباب الان كلنا عرفنا كاف بيساوي 0.2. حسبناها كيف؟ نجمع هذه القيم. هذه القيم عندي اللي هي 0.4 زائد 0.3 زائد 0.1. القيمة الاحتمالية كلها نجمعها، الفرق بينه وبين الواحد بيمثل القيمة المطلوبة، ما تكتبها لي بالسالب. تحدي كاتبه سالب 0.2 يا اخوان، هي قيمة احتمالية لا يمكن ان تكون سالب اصلا. مش القيم ناقص واحد، لا، واحد ناقص مجموع القيم اللي هي 0.8. واحد ناقص 0.8، ما تكتب لي 0.8 ناقص واحد في الآلة الحاسبة. واحد ناقص 0.8 بيساوي رقم موجب اللي هو 0.2، يساوي 0.2 اللي هو رقم موجب. تمام يا شباب؟ 0.2. طيب اذا هذا ايش؟ هذا المجهول خاص. طيب قال لي السؤال الثاني، اوجد ح س، اوجد ح س بيساوي ح س بيساوي 0. اوجد ح س بيساوي 0. حاسين بتساوي صفر. حساوي؟ حاسين بتساوي صفر. حساوي؟ حاسين بتساوي صفر. اللي هي بتساوي 0.4. القيمة المقابلة مباشرة، ما فيها أي كلام. تناظر القيمة المقابلة للصفر كم؟ 0.4. القيمة المقابلة هي 0.4. طيب لو قال لي هنا حاسين بتساوي 5. حاسين بتساوي 5. ح س بيساوي 5. ح س بيساوي 5. كم بيساوي؟ لو قال لي اوجد ح س بيساوي 5. كيف جاء 4؟ ح س بيساوي 0، هذا هو 0، المقابل له 0.4. شايفه؟ هذه 0.4. 0.4. تمام؟ المقابل للصفر، نعم. طيب الآن أوجد ح س بيساوي 5. ح س بيساوي 5. ح س بيساوي 5. كم؟ ما في حد جوابه؟ ح س تساوي 5. نجاوبه كيف؟ كم؟ ما بعرف، ما في، لا توجد. اذا بيساوي صفر. حاسين بيساوي 5 بيساوي صفر يا شباب، لان اصلا ما في 5، اصلا ما عندي 5 خارج نطاق الداله. 5 خارج نطاق الداله، تمام. ما في رقم 5 ما عندي في الجدول اصلا، عشان كده بقول بيساوي ايش؟ صفر، لانه خارج نطاق الداله. طيب اوجد ح س بيساوي 3. ح س بيساوي 3. طيب ح س بتساوي 3 اللي هي زائد بتساوي بوينت. ح س بتساوي 3، القيمة المقابلة ل 3 كم تساوي؟ القيمة المقابلة ل 3 كم تساوي؟ 0.1 هي بتساوي 0.1. طيب السؤال الثالث قال لي أوجد القيمة المتوقعة ميو. عشان أوجد ميو، أوجد ميو، أنا المفروض أعمل جدول. هذا الجدول هو عبارة عن، عندي هنا س وعندي هنا ح س، تمام. هذا معطى اصلا، س معطى، قيم س، هذه قيم س معطى، وعندي ح س برضه معطى. ح س معطى، س معطى كم؟ قيم س هي 0 1 2 3، هذه قيم س، تمام، معطى. طيب اذا عندي القيم الاحتماليه لكل قيمه من هذه القيم معطاه برضه في الجدول، دائما في الاختبار يكون معطى. طيب القيمه الاحتماليه المقابله للصفر كانت 0.4، صفر معاه 0.4، صفر معاه 0.4. طيب
القيمة الاحتمالية المقابلة لواحد كانت كم؟ القيمة الاحتمالية المقابلة لواحد 0.3 كانت 0.3 القيمة الاحتمالية المقابلة لواحد كانت 0.3 والقيمة الاحتمالية المقابلة لاثنين 0.2 كانت 0.2 هذا معطى كله سبق هذا كله معطى حتى الآن نحن نتعامل مع أشياء معطى والقيمة الاحتمالية لثلاثة هي 0.1 هي 0.1 هي 0.1 طيب الآن أنا عشان أختف قال لي أوجد القيمة المتوقعة عشان أوجد القيمة المتوقعة اللي هي ميون ميون هذه بتساوي ها القانون بتساوي إيش مجموع ها ميون بتساوي مجموع مج سين ضرب ح سين مج سين ضرب ح سين طيب اذا هذا يعني انه انا حضيف عمود ثاني اسميه ايش العمود الثالث هذا هنا اضيفه جديد اسميه اللي هو اسميه سين ضرب ح سين سين ضرب ح سين طيب سين ضرب ح سين كل قيمه في القيمه الاحتماليه المقابله لها 0 ضرب 0.4 بيساوي 0 تمام على 3 1 ضرب 0.3 بيساوي 0.3 بيساوي 0.3 هذا بيساوي 0.3 اللي بعديه 2 ضرب 0.4 بيساوي 0.4 2 ضرب 0.2 سوري 2 ضرب 0.2 بيساوي 0.4 هذا اللي بعديه اخر واحده 3 ضرب 0.1 بيساوي 0.3 7.3 مجموع هذا العمود مفروض يعطيني ما يسمى بالقيمة المتوقعة أجمع 0.3 و 0.4 0.7 و 0.3 بيساوي 1 إذن مجموع العمود هنا بيساوي 1 وهذا الواحد هو عبارة عن أجي أحطه هنا أقول له ميو هذه بيساوي 1 ميو بيساوي 1 كده واضح يا شباب ميو بيساوي 1 وضح هذا ايش هذه القيمه المتوقعه هذه القيمه المتوقعه الان نمشي المرحله اللي بعدها نحسب التباين نحسب التباين والتباين عنده قانون اللي هو قانون التباين تباين سيجما تربيع رمزه اسمه سيجما فيها فوق علامه بتاع شنو تربيع هذه بتساوي ايش بتساوي مج سين لكن ما ليش شباب سين تربيع مج سين تربيع مضروبه فين مضروبه في ح سين مضروبه في ح سين هذا ما التباين ناقص القيمه المتوقعه اللي حسبناها قبل اللي هي ميو لكن ما ليش شباب تربيع هذا قانون التباين هذا قانون التباين اذا الان انا محتاج لعمود رابع حضيف هنا عمود رابع عمود رقم 4 شايفينه هنا عمود رقم 4 اعمل فيه ايش اعمل فيه هو عباره عن سين تربيع سين هذه تربيع ضرب ح سين ضرب ح سين تربع ثم تضرب في ح سين نربع ثم نضرب في ح سين نربع كل قيمه من قيمه سين اول قيمه من قيم سين كم صفر تربيع صفر تربيع معناها بتساوي صفر القيمة اللي بعديها واحد تربيع حيصير كم واحد القيمة اللي بعديها هنا عندي واحد لما اضربه في بوين ثري تصير كم تصير بوين ثري واحد ضرب بوين ثري بتصير بوين ثري تمام بعديها عندي اثنان تربيع تصير كم اربعة في بوينت 2 حصير بوينت 8 حصير بوينت 8 اكتب هنا بوينت 8 بعديها عندي 3 تربيع تصير 9 9 ضرب بوينت 1 بصير بوينت 9 بوينت 9 بوينت 9 الآن هأعمل عملية بتاع الجمع لهذا العمود بالآلة الحاسبة مجموع هذا العمود بالآلة الحاسبة ح
هيصبح كم شباب؟ مجموع العمود الاخير هذا اجمع 0.3 و 0.8 تصبح 1.1 زائد 0.9 بالآلة الحاسبة هذه بتساوي 2، كلها بتساوي كم؟ 2. هل الاثنين هذه تمثل التباين؟ هل هذا هو التباين؟ لا، التباين ما 2، الجزء الأول من التباين 2، هذه 2، لكن ناقص ايش؟ ناقص القيمة المتوقعة للبيع. التوقع حسبناه كبير كان كم؟ كان بيساوي 1 في العمود رقم 3، العمود رقم 3 توقع كان بيساوي 1. اذا و2 ناقص 1، لكن ما نقول 1 يا شباب، تربيع. 2 ناقص 1 تربيع، 2 ناقص 1 تربيع بتساوي كم؟ اللي هي في النهايه بتساوي 1، بتساوي 1. هذا هو التباين، بتساوي 1. واضح يا شباب؟ التباين بيساوي 1. اي سؤال؟ ما في سؤال، تباين يساوي 1. طيب الآن عرفنا نحسب القيمة المتوقعة وعرفنا نحسب التباين، باقي لنا سؤال واحد، كيف نقدر نحسب الانحراف المعياري؟ باقي سؤال واحد، كيف نقدر نحسب الانحراف المعياري؟ نحسب الانحراف المعياري كيف؟ كيف نحسب الانحراف المعياري؟ قلنا الانحراف المعياري هو عبارة عن الجذر التربيعي للتباين، هو عبارة عن الجذر التربيعي للتباين. التباين كم؟ 1. حط الواحد تحت الجذر حيصير كم؟ حيصير 1. إذا الانحراف المعياري يا شباب رمزه سيجما من غير تربيع يساوي 1، سيجما من غير تربيع يساوي 1. هذا هو الانحراف المعياري، يساوي 1. أي سؤال؟ ما في سؤال؟ في سؤال اللي هو؟ أسأل؟ تفضل. طيب ما في سؤال. طيب نرجع للأسئلة حقتنا اللي كانت موجودة في السؤال. اللي هو لو لاحظت جدول واحد لكن فيه كم سؤال؟ فيه 8 أسئلة. أول حاجة قال أوجد قيمة المجهول كاف. ثانيا قال أوجد قيمة س بيساوي 1، ح س بيساوي 1، قيمة ح س بيساوي 0، كل هذه القيم. ثم في النهاية جدل لي أوجد القيمة المتوقعة 9، أوجد التباين 10، أوجد الانحراف المعياري. إذا السؤال بيكون واحد مقدم للسؤال بيكون معه 4-5 أسئلة اللي هي خاصة بهذا السؤال. عملنا هذه الأسئلة كلها، حليناها، وما أظن تكون في مشكلة. الحل قبل شوية احنا عملناه على السبورة. سؤال ايش يا هو؟ طيب قلت دائما بيكون معطى، دائما بيكون معطى العمود الاول والثاني، دائما معطى العمود رقم 1 والعمود رقم 2، يعني هذا وهذا معطى، هذا معطى العمود رقم 1 والعمود رقم 2 معطى. بعد ده انا لو طلب مني القيمه المتوقعه دكتور، نطرح
العمود الأخير اللي هو 2 ناقص تربيع العمود الثالث، ناقص تربيع مجموع العمود الثالث. نعم ممكن، أيوة. طيب قلنا نحسب القيمة المتوقعة، نضرب كل قيمة في القيمة المقابلة لها، 0 ضرب 0.4 بتساوي 0، 1 ضرب 0.3 بتساوي 0.3، 2 ضرب 0.2 بتساوي 0.4، 3 ضرب 0.1 بتساوي 0.3. مجموع هذه القيم هو عبارة عن القيمة المتوقعة. السؤال رقم 1 عبارة عن القيمة المتوقعة، بعطيك كم قيمة؟ 4 أو 5 قيم وخيارات، من ضمنها يكون في واحد. أنت تبحث عن الواحد هذا لكن ما تقدر تحمل تعرفه إلا بعد شنو؟ إلا بعد تعمل الحل. بقول لك القيمة المتوقعة بتساوي، بعطيك بقول لك هنا مثلا ميو بتساوي 2، بعطيك بقول لك ميو بتساوي 2، بقول لك ميو بتساوي مثلا 0، تمام؟ أعطيك في النهاية أقول لك ميو بتساوي، ميو بتساوي 1، ميو بتساوي 1. أنت بتشتغل الشغل كله تمام في النهاية عشان تيجي تختار الإجابة الصحيحة اللي هي كم؟ 1، تمام؟ بعد التباين على طول أضيف عمود رابع، أربع قيمة سين هذه، أرجع لأول عمود سين، أربع هذه القيمة ثم أضربه بالقيمة المقابلة لها. قيمة سين كانت 0، لما أربعها قيمة سين 0. طيب الصوت هنا في التباين أضيف عمود رابع، هذا العمود الرابع هو عبارة عن سين تربيع ضرب حق سين، يعني أنا أرجع لأول عمود اللي هو قيم سين، أربع كل قيمة ثم أضربها في القيمة الاحتمالية المقابلة لها. أول قيمة هي 0، أربعه حيصير 0، أضربه في القيمة الاحتمالية المقابلة له حيصير 0 برضه. القيمة الثانية هي 1، لما أربعه حيصير 1، أضربه في القيمة الاحتمالية المقابلة له يصبح 0.3. القيمة الثالثة هي 2، لما أربع الاثنين تصير 4، 4 ضرب 0.2 بيساوي 0.8. القيمة الثالثة هي 9، ليش 9؟ لأن هي 3 أصلا، تربيعها تصير كم؟ 9، 9 في 0.1 بيساوي 0.9، تمام؟ ممكن تعمل كده لكن هذا أسهل، هذا الآن الموجود عندك أسهل يعني. طيب إذا أجمع هذا العمود 0.3 و 0.8 الآن الحاسبة بيساوي 1.1 زائد 0.9 بيساوي 2، هذا مجموع كم؟ 2. هذه الاثنين هي الجزء الأول من التباين، التباين حيكون 2 ناقص التوقع تربيع، التوقع كم؟ 1، الواحد تربيع الآن الحاسبة بيساوي 1، إذا أصبح 1 2 ناقص 1 اللي هي بتساوي 1، تباين بيساوي 1. بما أن التباين بيساوي 1 إذا الانحراف المعياري حيصير برضو كم؟ الانحراف المعياري سيجما، هذا سيجما تربيع، سيجما تربيع أنا لو عندي سيجما تربيع بيساوي، سيجما تربيع بيساوي 1، إذا سيجما من غير تربيع هذا هو التباين، سيجما تربيع هو التباين، سيجما من غير تربيع هو الانحراف المعياري يساوي 1. أصبح كده الآن يا شباب عرفنا القيمة المتوقعة وتعرفنا كذلك على التباين وكيف نقدر نحسب الانحراف المعياري وكيف نقدر نوجد القيمة المجهولة في جدول التوزيع الاحتمالي وكيف نقدر نعرف كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها. واضح شباب؟ الآن تبقى 5 دقائق ممكن تكون هذه للأسئلة، إذا في أي حد عنده أي سؤال ممكن يسأل عشان نقدر نجاوب إن شاء الله. أول عمود هو معطى، ما اسمه القيمة المتوقعة، أول عمود هو قيمة المتغير سين، قيمة المتغير سين أول عمود، تمام؟ العمود الثاني هو القيمة الاحتمالية لسين، العمود الثالث نعم في الحل، العمود الأول في الحل اللي هو العمود الثالث يمثل القيمة المتوقعة، تمام؟ العمود الثالث اللي هو اعتباره أول عمود في الحل يمثل القيمة المتوقعة. نعم سين معطى في السؤال، هو متغير ويكون معطى في السؤال دائما.
حاء سين هي قيم احتمالية وتكون معطى في السؤال برضه. العمود الأول والثاني معطى. نعم العمود الأول والثاني معطى. أي سؤال ثاني؟ حاء سين بتساوي القيم الاحتمالية للمتغير سين معطى بالسؤال. نعم حاء سين تمثل القيم الاحتمالية للمتغير سين، يعني كل قيمة عندها قيمة احتمالية مقابلة لها، عشان كده سميناها بجدول التوزيع الاحتمالي. سميناها بجدول التوزيع الاحتمالي. الصفر مقابل له 0.4، واحد بقابلها 0.3، اثنان بقابلها 0.2، ثلاثة بقابلها 0.1. كل قيمة عندها قيمة احتمالية مقابلة لها. عشان كده أنا لما أجي أقول حاء، لما أقول القيمة الاحتمالية حاء سين بتساوي حاء سين بتساوي واحد، معناها القيمة الاحتمالية المقابلة للرقم واحد كم؟ هي 0.3، هي عبارة عن 0.3. طيب قانون القيمة المتوقعة يساوي س ضرب ح س اللي هو العمود رقم 3. العمود رقم 3 س ضرب ح س. قانون التباين قلنا هو عبارة عن سيجما تربيع، رمزه يساوي التباين هو سيجما تربيع بيساوي اللي هي قلت س تربيع المتغير، ارجع قيمة المتغير ثم اضرب في حاء س ناقص القيمة المتوقعة اللي هي ميو تربيع. هذا هو قانون التباين اللي هو انا حاضيف عمود رابع. العمود الرابع هو عبارة عن س تربيع ضرب حاء س. واحد قبل شوي من الشباب قال ممكن نضيف عمود خامس نعمل فيه س تربيع لحاله، ممكن لكن هذا بتكون فيها شويه معقده بالنسبه لك. خليك على طول من هنا على طول ردع س واضرب في القيمه الاحتماليه المقابله لها. لما ارجع صفر حيصير صفر، اضرب في القيمه الاحتماليه المقابله له وهكذا. نوجد العمود رقم اربعه. العمود رقم اربعه مجموع العمود رقم اربعه ناقص العمود رقم ثلاثة مربع يعطينا التباين. القيمة اللي بنحصل عليها في التباين لما نحطها تحت الجذر التربيعي تعطينا ما يسمى بالانحراف المعياري. اي سؤال ثاني؟ اي سؤال يا شباب؟ مفهوم؟ ان شاء الله. طيب الان نحن خلصنا الجزء الاول المتعلق بالمتغيرات العشوائيه. في الاسئله بتكون كثيره جدا، يعني بيكون في سؤال واحد في بعضيته زي ما قلت لك معطى س وحاء س وبطلب منك اربع خمسه مطلوبات، يعني يمكن يكون بخمسه درجات اقل شيء. عشان كده انت لازم تحل مسائل مره مرتين ثلاثه. واضح؟ اللي هي تحسب المجهول، تحسبه كيف؟ كاف. ثم تعرف تتعامل مع القيمه الاحتماليه لكل متغير تحسبه كيف؟ لكل قيمه. ثم تبدا تحسب التوقع، ثم تحسب التباين، ثم اخيرا نحسب الانحراف المعياري. وبكده بنكون خلصنا الجزئيه الاولى المتعلقه بالمتغيرات العشوائيه. الاحد ان شاء الله سوف يكون لقاء خاص بالتوزيعات الاحتمالية، وفي التوزيعات الاحتمالية سوف نتناول بإذن الله توزيع ذو الحدين. توزيع ذو الحدين. أي سؤال ثاني؟ طيب إذا أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. أتمنى للجميع النجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.